العصبيه مش هتتغير من قدر ربنا كده، اعصابك تتعب. نريمان اطمن يا صاحبي الجلاله، الاوضه دي بقت مستشفى كامل لمواجهه كل الاحتمالات. ليه يا مجدي؟ هي ممكن تولد قيصري؟ كل شيء ممكن يا صاحبي الجلاله، الدكتور عبد الحكيم راتب هيدي غاز خفيف بيخفف من الام الولاد، كل شيء هيبقى كويس. روح انت. مجدي خلي بالكم، اللي في بطنها ما ممكن يكون ولد. شايف كل اللي همه ابنه مش مراته. استنى يا مجدي. مصطفى يا صادق، باعتبارك عم نريمان، عارف لو جابت لي بنت هعمل فيكوا ايه؟ هحرقكوا كلكم. امشي مجدي، جهز لي بالطو وكمامه، انا هحضر معاكم الولاده. لكن يا سعد ما تخافش، انا مش هتدخل في شغلكم، انا هحضر معاكم الولاده بس. اتنشن جنرال اسكينج، كله عارف تمام ان اي فدائي مصري هنا اقبض عليه موت برصاص فورا. مجموعه دي بس اللي انا اديله واحد فرصه عشان اتكلم مين قائد قوات فدائيين في جيش مصري. واضح ان جيش مصري هارب مع فدائيين، اتكلم مين قيادة فدائي في جيش؟ اتكلم. انت لازم مين قتل جنود ضباط الكريس؟ قولي انك سبب في قتل قوات الكريس. انت فدائي معروف، عشان كده ستكوني لكل جنود الكريس. قبل ان اصلح كلتك وانت معلق من رجليك في سقف زنزانتي. زنزانة لوحده، بنت دي أسان كل جنون، ولا دي ممكن تشوف كل حاجة، كل حاجة. بعد هلاك ساري دي انت مسكون راجل. رجولي ما هي بالشعر، ما حدا بيمس شعره منها، ولو حدا بيمسها بيكون على جسدي. كله لازم يتكلم أموت، كله لازم موت. سايبيننا طول النهار وجايين للجيت، احنا ما عايزينش واكل يا خلف، عايزين نطلع من هنا. معلش يا عم نور، انا اسف جدا يا جماعه، بس ما كانش ينفع ابعت لكم اي حد او اجي لكم قبل دلوقتي. انا مش ضامن كل العساكر اللي موجودين هنا معانا في بلوكات الاسماعيليه، اما بقى بالنسبه للخروج من هنا فده مستحيل. الانجليز مفتحين عينيهم ونازلين ضرب يمين وشمال وفي كل حاجه واي حاجه، وانتم مش عايزين ترجعوا مصر. نرجع مصر ازاي بس؟ وبركات اللي راقد هنا في المستشفى وحالته خطيره، وعساكرة اللي بلغوك ان الانجليز ماسكين مجموعه كبيره من الفدائيين في القياده الانجليزيه، منهم سلوى وانور اللي نزلوا ورانا الاسماعيليه من اسبوع. يا استاذ جلال بركات هيبقى كويس وانا هنا معاه، اما بقى بالنسبه لسلوى وانور وبقيه الفدائيين فللاسف هما ميتين. يعني ايه ميتين يا حضره الضابط؟ ما هو يا نعيش كلنا يا نموت كلنا. احنا مش هنقعد نتفرج هنا في البدروم، ولا هننزل مصر ونسيبهم يموتوا لوحدهم. احنا لازم نرسم خطه وننفذها عشان ندخل للفدائيين دول، وزي ما بيقول حضرة البكباش أمين، يا نموت كلنا يا نعيش كلنا. لو بتفكروا تخشوا مركز القيادة فده مستحيل، وتبقوا كده بتضيعوا روحكم انتوا كمان. أنا كده قلت اللي عندي، بس في حاجة واحدة هساعدكم بيها وهتحمل مسؤوليتها معاكم. دورية التفتيش الإنجليزي على البلوكات هنا بتيجي مع أول الليل، هنستدرجهم من البدروم ونمسكهم ونذبحهم، وتاخدوا ورقهم وعربيتهم الجيب وتلبسوا لبسهم، وبعد كده بقى ربنا معاكم. انتوا ازاي تقبضوا عليا؟ انتوا عارفين انا مين؟ انا هخرب بيتكم بيت الملك بتاعكم. مين اداكم الامر بالقبض عليا؟ حيدر باشا يا سيدي بنفسه، والتهمه الموجهه اليك هي محاوله قتل حسين سري باشا من اسبوع. في اي اسئله تانيه؟ خش بقى واهمد لحسن افرغ المسدس ده في دماغك. يلا. ولي العهد يا صاحب الجلال. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، متشكر قوي يا باشا، والبشوية قليل عليك. بسم الله ما شاء الله. هتعمل ايه يا مولاي؟ هتأكد ان ولد بنفسي. لا ولد، ولد صحيح. الحمد لله
الحمد لله. ولي العهد جه، ولي العهد جه، اخيرا ولي العهد جه. مصطفى تعالى بصني يا مصطفى تعالى. انا مش عبيط زيك وبجيب بنات، انا شاطر وبجيب صبيان. بلبل عايز سفرة فطار هايلة للدكاترة والحاكمات كمان، كلهم هيفطروا معايا كلهم. مبروك يا مولاي. متشكر يا ناهد. تعالي يا ناهد، نبوة ابويا خلاص طلعت كدبة. مولاي سمعت ان هم هيقبضوا على مصطفى كمال صدقي. مصطفى اكتر واحد مخلص لجلالتك في الحرس الحالي. اكتر واحد مخلص ليا؟ انا متاكد ان هو اللي كان عايز يقتلني تحت بيتك يا ناهد، ده غير اللي عمله منشورات سريه ومقالات في الجرايد. ناهد انا عارف اللي بينكم، قولي له ان لو طلع هو اللي كان عايز يقتل حسين سري انا مش هرحمه. حافظ طلع الاعلان الملكي بتشريف ولي العهد فورا. محدش راح يلبس صلب ولا على جسدي، على جسدي يا وحوش يا وحوش يا وحوش يا نوح. انتم بدري الصغير اللي ما بعرفش ايش صار حال ابني واختي بقى. يا كلام يا كلام يا كلام يا كلام يا كلام يا كلام يا كلام. انت نفس shower because he's dirty. Let's hear some time to eat and he takes a shower. This man look at us for a year. One by one let's him boom. it's good. Let's go. وجدير بالذكر أن العمليات الفدائية ضد القوات الإنجليزية المحتلة في مدن القناة قد تصاعدت بشكل حاد، وتزايد عدد شهدائنا وجرحانا في هذه العمليات، حيث سقط بالأمس أكثر من 30 شهيدا ومئة جريح، وكان على رأس شهدائنا الأبرار الشهيد طيار أحمد عصمت الذي ستشيع جنازته اليوم بالقاهرة. هذا ولأول مرة توجه قيادة القوات الإنجليزية اتهامها للبوليس المصري بالإسماعيلية بمعاونة الفدائيين وتحذره من ذلك. هنا القاهرة. أنا كده بقى مضطر أمشي، أصل أنا وإبراهيم وسعيد متفقين نتقابل في الجامعة، وألفة دورها النهاردة هيكون في المدرسة اللي بتشتغل فيها وكل المدارس اللي حواليها. المظاهرات النهاردة لازم تملى مصر. الإنجليز لازم يعرفوا أن غضب المصريين مش في مدن القناة وبس، لا في مصر كلها، ولازم يرحلوا. انتوا لسه قاعدين؟ ما يلا بقى. أنا إذنك يا بابا. مع السلامة يا جدي. مع السلامة يا نينا. سلامة يا جدي. يلا يا زيدي. كتب إيه وفين النهاردة كتب؟ بيفكروني بحماسي من 30 سنة يا عبد العال. يا سلام، لو انت بطلت حماسي عن رايفة. يا باشا، طريق طويل مليان تعب وكفاح، محدش عارف كم جيل محتاج لسه يدفع ثمن الحرية. بس انا حاسة ان الانجليز لازم هيعملوا حاجة عشان يشيلوا النحاس من طريقهم، مش هيستسلموا بسهولة ابدا. هم الانجليز بس يا رايفة اللي عايزين يشيلوا النحاس، ده الملك كمان. المهم ان الجرايد النهارده طالعه بتحتفل بتشريف ولي عهد جلاله الملك بشكل خاص جدا، تنديد بفساده وانحيازه الكامل للانجليز والامريكان واحمد حسين. احمد حسين الحقيقه اشهد بانه كتب اجرأ ما كتبه حد من اللي بيهاجموا الملك، حتى انا شخصيا. بس انا جوايا احساس إن اللي جاي هيبقى مشكلة. يا ترى رد للحركة الوطنية ولا ثورة؟ الله أعلم. المهم اللي مطمني موقف الجيش المصري. الجيش ما بقاش جيش الملك زي ما كانوا بيقولوا، لكن تبقى كارثة لو حصلت مواجهة علنية بين القوات البريطانية والجيش المصري. ربنا يستر. وكمان في بيان قائد القوات الإنجليزية في القناة وتهديده لقوات البوليس المصري ما يخلق.
على كل حال نحاس لازم يتنبه لده وانا هروح اقابله. يا ابو زيد القهوه عشان انا مستعجل ابني. لكن يا باشا انت كنت بتقول ان النحاس معتكف في البيت عشان عيان. ايوه هو كان معتكف بس اكيد هينزل النهارده عشان يشرف على الاحتفالات بتشريف سعاده ولي العهد. هنا القاهره، اليكم البيان التالي: امر ملكي رقم 2 لسنة 1952 بتبليغ ميلاد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد فؤاد ولي العهد السعيد. أحمد الله تعالى حمد معترف بنعمائه وأشكره شكرا كفيلا برضائه سبحانه من إله كريم. هنا القاهرة. يا سلام لو الراجل ده يفتح صفحة جديدة في عهده ويتمسك بالنحاس باشا. صفحة جديدة؟ مين اللي يفتحها بقى؟ فاروق؟ يا رئيفة هانم، الصفحة الجديدة لما تفتح مع الشعوب لازم يكون مصدرها نقاء وطني أصيل، وده ممكن تشوبه شائبة اختلاف في وجهات النظر أو الخطأ البشري غير المتعمد من الحاكم. لكن فاروق وكثير من السياسيين اللي ممكن يحكموا البلد دي سقطوا في مستنقع الفساد الشخصي، يعني ما عادش ينفع يتفتح معهم صفحة جديدة. والأهم يا هانم إن الحكم القوي للشعوب لازم يقوم على ثقة مطلقة بين الحاكم والناس، ثقة لا يؤثر فيها وقوع بعض الأخطاء، بس على شرط إن ما يكونش من بين الأخطاء دي لا الفساد الشخصي ولا الخيانة. على إذنك يا هانم. تفتكر يا عبد العال هي وطنية ممكن تتصرف إزاي في العزبة اللي خدتها؟ رئيفة حبيبتي أنا عارف قد إيه العزبة دي غالية عليكي، لكن قدرك كده دايما مش معاكي. على كل حال أنا بيخيل إن وطنية دلوقتي مش محتاجة تكتبها لا باسم أدهم ولا غيره، هي ممكن تسمح له بإدارتها فقط لا غير. هي دلوقتي عموما مش خايفة مني، وبعدين في نفس الوقت هي من الصعب تثق في حد وتكتب باسمه أي حاجة، خاصة فيما يتعلق بأملكها. طلع راجل مش سهل اللي اسمه عبد العال زيدان ده، ليه حق بابا يكرهه ويقول لي ده راجل مخه يوزن جبل. لكن انت السبب يا سونيا في كل اللي حصل ده. انا جبتك هنا علشان تقنعي وطنية بانها تبيع لي كل حاجة وبعد كده تروح في داهية، وعبد العال بتاعها ده يبقى يخبط دماغه في الحيط وقدامه المحاكم بقى. لكن انت فشلتي وجايه تنفذي اللي اتفقنا عليه بعد سنه. يا ادهم يا ادهم، يعني انا كنت هعمل ايه؟ يعني هي اللي منشفه دماغها، عايزه تبقى هانم الاول وبعدين تتجوزك تكتب لك او تبيع لك كل حاجه، وهي عندك عزبه خالصه مخلصه، خدها ومش عايزه منك حاجه خالص غير العموله اللي انت تقدرها لي. عموله ايه بس يا سونيا يا حبيبتي ما دمنا هنتجوز؟ لا يا حبيبي انا مش وطنيه المقشفه، انا سونيا جابر عمولتي اولا، والجواز نبقى نتكلم فيه بعدين. طب اسكتي لحسن، وطنيه جايه وراهنك بقى لو بعت لي او كتبت لي توكيل حتى. ما خلاص تهديدها بعبد العال انتهى. كلمت الخياطه اللي عملت فساتين فرح عيله عبد العال، هتيجي بنفسها النهارده هتعمل لي اغلى واحلى فستان اتعمل لهانم في مصر. هتعمل لي فستان زي فستان الملكه نريمان تمام. اول بقى ما يخلص الفستان يا حبيبي نتجوز على طول. وعلى فكره يا ادهم احنا هنعيش هنا يا اخويا في العزبه بتاعتي. طبعا يا ست هانم، حد يسيب ماله ويعيش في حته تانيه؟ كلام ايه ده بقى يا متخلفه انت؟ ما اللي املكه انا ملك لستك وطنيه قبل مني. اربع عزب يا وطنيه، اربع عزب اقل واحده فيهم 1000 فدان، يعني قد العزبه الهايفه بتاعتكم دي مرتين اقل. روحي انت دلوقتي يا زبيد. هروح يا ست هانم. هو انا يعني كان قصدي حاجه وطنيه هانم، اظن دلوقتي المسائل بقت واضحه وما فيهاش مشاكل وما حدش يقدر يتدخل في شؤونك انت وادهم بيه، وعزبتك طبعا محتاجه الناظر يوليها، وانت عارفه طبعا ادهم بيه مكسوف يكلمك في حاجه، لكن من واجبه ان يجيب لك الناظر اللي يستأمن. طبعا وانا ليا مين غير ادهم يخاف عليا وعلى مصالحي. خلاص يا حبيبي
من بكره هات نظر العزبه اللي انت شايفه. اصل بصراحه ادهم بيه كان بيقول لي احتمال يعني انك تكوني عايزه تجيبي حد من قرايبك المهرنه من منتوت يعني. المهرنه بري بري يا سونيا يا اختي من المهرنه والقرايب. على راي المسح القرايب عقارب. ايوه ما تاخديش منهم غير الغيظ والحسد. مستكترين عليا يا اختي النعمه اللي انا فيها. ما شافوش بقى العذاب اللي اتعذبته لغايه ما وصلت لكده. انت من بكره يا ادهم تجيب نظر العزبه اللي تختار. طب مش من الافضل بقى ما دام هتتجوزوا وادهم بيها يجيب النظر من طرفه، يعني زي ولاد البلد ما بيقولوا زدنا في الدقيق بتاعنا، تعملي بقى توكيل لادهم بيه من دلوقتي. سونيا الله. إيه ما هي دي الاصول يا ادهم بيه، ما انا كنت عامله توكيل عام لجوزي رضا الله يرحمه وكل حاجه رجعت لي، ده غير كمان اللي كان كاتبه لي. لا يا اختي ما هو ادهم برضو ما يردهوش ان الناس تقول عمل التوكيل لراجل ما اتجوزتهوش. ده هام تاني هام بقى يا ادهم، العزبه مش قد مقامك. وبعدين انا خلاص ما بقاش عليا خوف من حد، لا من عبد العال ولا ابنه جلال. اي خلاص العزبه بقت بتاعتي لوحدي. ألف سلامة ليك يا مصطفى باشا. كان المفروض رفعتك تسرح الكام يوم دول لغاية ما تخف، وكان ممكن فؤاد باشا يقوم بمهمتك في احتفالات ولي العهد. ده مش عايز غيابي يتفسر عند الملك بألف تفسير يا عبد العال. والموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده ليه خطورته. كون القيادة الإنجليزية بتتهم البوليس في الإسماعيلية بمساعدة الفدائيين في القنال، يبقى معناه إنهم ناويين يعملوا مواجهة مع البوليس والجيش المصري، وده خطير. دي تبقى حالة حرب رسمية. وماله يا رفعت الباشا؟ لتكن حرب رسمية. لعلم سعادتك البلد كلها معنوياتها مرتفعة جدا، والجيش والبوليس منحازين للشعب. ده غير إن الجيش هيبقى عنده سلاح كويس قوي اللي تعقدنا عليه مع شركات فرنسا وسويسرا والسويد. يا فؤاد المسائل ما تتحسبش بالشكل ده. الإنجليز مهما كان قوة كبيرة، مهما حاول الأمريكان إنهم يمنعوا سيطرتهم على مصر والشرق، مش عارف البلد هيحصل لها إيه بكرة الصبح. البلد عمر حالتها ما كانت متلخبطة بالشكل ده. حرب حقيقية بين الإنجليز والفدائيين في القنال، والأمريكان عايزين يكون ليهم وجود، والملك مش عارف يبقى مع مين، والقوة الوطنية اللي جوه البلد رغم مسعاها الوطني في النهاية كل قوة منهم عايزة يكون لها الزعامة والسيطرة. عشان كده مصطفى باشا لابد من صمام أمان في البلد، يعني لازم نجد لعبة السياسة مع الغضب الشعبي العارم ضد الملك والإنجليز. التلويح للإنجليز بإعادة المفاوضات من تاني مع إيقاف العمل الفدائي، وفي نفس الوقت الإنجليز لازم يوافقوا على كل شروط مصر الأساسية في المفاوضات. لا يا عبد العال لا، المصريين عاطفيين وحيقولوا النحاس بيتراجع، دول لغاية دلوقتي بيتهموني بالتخاذل قدام الملك. ما هي دي كانت غلطة باشا، والناس مش هتنساها بسهولة، وأنا سبق حذرت رفاتك منها. على كل حال دلوقتي الملك والإنجليز ضدك، والموقف الصح إن رفعتك تستمر في قيادة البلد في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها دلوقتي، وفي نفس الوقت تتخطى محاولات إسقاطك. والشعب لازم يعرف موقفك وموقف حكومتك من الملك. الملك يملك ولا يحكم، والإنجليز لازم نمنحهم من عمل مواجهة، أكيد مصر هتطلع خسرانة فيها. رفعت الباشا، المظاهرات مالية البلد عشان شهداء القنال، وحافظ عفيفي باشا طلب رفعتك في مصر. بعد المأدبة الملكية للحكومة تعمل اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، عايزك تطلع شوية قرارات مهمة. عيد ميلاد ولي العهد هيكون أجازة رسمية للدولة، وتوزعوا 30,000 جنيه على أسر الشهداء والمصابين في القنال، وطلبة الجامعة اللي ما دفعوش مصاريفهم تعفيهم منها، و10 جنيه لكل مولودة ولد النهاردة مع ولي العهد، وتأكلوا كمان 100,000 فقير، وأنا هوزع من جيبي 50,000 جنيه على الفقراء، والأميرة في ريال كمان هتوزع هدايا على أطفال الملاجئ. يا موت يا موت وتحيا بس. يا اسكت يا اسكت يا
ايه المظاهرات دي يا باشا؟ دي مظاهرات احتجاج على بشاعة الانجليز مع الفدائيين في القنال. جنازة احمد عصمت ولعت البلد كلها. طب ركز في جورنال المصري على ان قرارات مجلس الوزراء اللي قلت لك عليها باوامري انا. ناريمان ناريمان. ايه ده يا باشا؟ المظاهرات دي انت وفؤاد سراج الدين اللي مسؤولين عنها. انتوا الاتنين اللي بتحركوها ضدي. يا صاحبي يا باشا امنع المظاهرات دي فورا واحبس الناس دي. انا عايز احتفالات بولي العهد. مش انت ضدي وضده؟ امرك يا صاحب الجلاله. حافظ باشا طلع امر ملكي باطلاق لقب امير الصعيد على ولي العهد. امر مولاي. شريف سمعت التفات الناس اللي بره؟ سمعت يا بلبل. للاسف ابني جاي مكروه حتى قبل ما يعرف هو مين. كنت عايز افتح صفحه جديده مع المصريين لكن يبدو انه خلاص الوقت فات. لا 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 شيرين، الوقت ما فاتش ولا حاجه. المشكله كلها في النحاس. النحاس هو اللي مطلع المظاهرات دي ولسه هيولع البلد كمان وكمان اذا العمليات بتاعه المصريين في القناه استمرت. شيرين النحاس لازم ينتهي. زعماء فدائيين، you can catch them to your central camp, okay? Good, good, good. وإيه سلام الفتحة دي؟ خلصوا عليهم وخرجوهم منها. أنا ما غيرتش الحراسة اللي فتحتوا الفتحة دي وهي موجودة. هم هيبنوا لي جثث الإنجليز ورموها بعيد شوية ويبقى الفدائيين هم اللي قتلوها. ربنا معاكم، أنا هطلع ساعدكم من بره. الدكتور طمنا عليك يا بركات. وقال انك تقدر تتحمل تنزل مصر، وبكره باذن الله هبعت لك عربيه اسعاف تاخدك على مصر. وجودك هنا بركات ما عادش في امان على حياتك. الانجليز ابتدوا يهددوا قوه البوليس هنا في الاسماعيليه، واحتمال كبير تحصل مواجهه ما بيننا وما بينهم، وممكن يضربوا المستشفى هنا. اخوانا الله عندك هنا في البلوكات اخبارهم ايه؟ ليه مش عايزين ينزلوا مصر؟ علشانك يا بركات. عشان انا؟ انت ليه خبيت عليها على الضابط ان الانجليز قبضوا على سلوى وانور؟ تلاقيك برضو خبيت على نوار وامين وجلال ومصري. طب ليه؟ لا يا بركات كلهم عارفين، بس انت لو كنت عرفت كنت هتقدر تعمل ايه غير قلقك وانشغالك وبس؟ مش هقدر اعمل حاجة، بس نوار وجلال وامين ومصري استحيل لو عرفوا هيسكتوا. ما هو ما سكتوش يا بركات، ونصحتهم وما سمعوش كلامي وهيضيعوا نفسهم. رايحين ينقذوا الفدائيين اللي حبسوهم الانجليز في المعسكر الكبير في الاسماعيليه اللي بينهم سلوى وانور. كنتش عايز نعرف حال الضابط. طب ليه يا اخي؟ عشان عاجز؟ بس اقدر اقول يا رب، وربنا كبير قادر على كل شيء. احنا شلنا شعر دي وحطينا خرزه فرعوني وسان حسن. ادي انت لابسه خرزه زرقاء يا حلوه. Where is the woman? Beautiful. Man. Yalla baa ya halwa. ترقصي عايزي ترقصي رقصي شاركي ها شاركي. يلا يلا يا حلوة يلا ترقصي.
حسي حسي كمان. Major to the Egyptian prisoners. ده جاي وكل اللي في المعسكر ده هدفعه بتمن غالي جوه. شلال والله ماني مصدقه، لكن ايش بتسوي بهالمعسكر الكبير؟ كله على الله يا سلوى، ان شاء الله ربنا هيوفقنا. انا هحاول افوق انور، وانت صرخي زي ما كنتي مع الوحش ده. ها يا شباب اتركني، يا شباب اتركني، يا شباب very good, very good. Yes, yes, very good. هتاخدوه هتلاقوا عربية بوليس نور مستنياك الساعة 9 بالظبط. ربنا معاك. كله لازم اتكلم اموت. جود فيري جود. بس ليه؟ يعني احنا يا اختي هنسمع كلام العيال؟ يلا بينا، ما بدهاش. ايه؟ زي ما يكون امين جوزي مش مع بركات ونوار ومصري ام مصر. ما انا قاعده معاكم اهي مطمنه ومسلمها لله. ونعمه بالله يا ام سعد، بس يا اختي المساله طارت. والنوم طار والعقل شد، ولو عسكر الانجليز قتلونا في الاسماعيليه يبقى ارحم. ده كل اللي راح راح وما رجعش، واخرهم سلوى وانور. وانت يا اختي انا مش عارفه قلبك ده ايه. ياما ما انا قلت لك الكلام ده قبل كده مليون مره. خالي بركات اتصل بيا بنفسه من الاسماعيليه وقال لي ان الجليز قافلين كل الطرق واللي جوه مش عارف يخرج بره، وده سبب تاخيرهم. يلا بينا يا حسنيه. ايه يا خالتي، معقول برضو هتروحوا الاسماعيليه
وتنادوا وتقولوا اللي شاف بركات يا اللي شاف نوار. بقول لك ايه يا ألفت يا مرات ابني، ابني هيروح معانا، ولو مش عايز هنروح احنا وندور كده في الشوارع ونقول يا اللي شاف بركات يا اللي شاف نوار. خلاص يلا يا انصاف. يلا ماما. بقول لك ايه، انا ماليش في الكلام القرف ده، هاتي فلوس انزل اصحابي. انت شبلتك ايه يا واد؟ هي ما انت شايف اللي احنا فيه؟ ما انت شايف؟ بقول لك يا مرات عبد، تجيب جنيه واوديكوا الاسماعيليه بس تذكره قطر عليكم. بقول لك ايه ياما، وانت كمان يا مرات خالي، بصراحه كده خالي بركات كان متصاب. يا نصبتي بس والله العظيم بقى كويس قوي دلوقتي، لكن سلوى وانور ممسوكين في ايدي الانجليز، وخالي وعم نوار والبيك باشا امين ومصر وجلال معاهم هناك، وكلهم كويسين بس قاعدين دلوقتي في بلوكات النظام لحد ما يعرفوا يرجعوا ويجيبوا خالي بركات معاهم. الصاغ علي الايوبي لسه قايل لي الكلام ده النهارده الصبح وانا في صوت فلسطين. ارتحتوا؟ يلا بقى غيروا هدومكم دي عشان هنزل انا وألفت ونروح صوت فلسطين. يلا يا ألفت. يلا. حلاوه عبد بركات بقى انتوا الاثنين. ايه ده؟ انت بتعمل ايه حتصوت؟ بتعمل ايه؟ يا جدع انت مالك في ايه؟ بعلق تعليق. تعالى اللي انت بتعلقها. اوعى كده. ايه في ايه يا شمروخ؟ ايه ايه؟ الحق عمي هالي. العساكر دول جايبين تعليق وصور الملك ومراته وعايزين يحلقوا على باب القهوه بالعافيه. ايه هو امر ولا امر؟ يا جاموس افهم الصور والتعليق دي لازم تتعلق، واسمك لما يروح القسم يطلعوا لك صدمه من بيوزعها مولانا على الفوره. طب ايه رايك بقى؟ مفيش حاجه هتتعلق. اهي هاتي التعليق بتاعتك، اتفضل. اتفضل بقى. فاضل التعليق. بقول لك يا شويش انا دغري انا ممكن اعلقها وبعد ما تمشي هقطعها، لكن انا بقول لك بصراحه ايه، اتفضل يا اخي. لا احنا فرحانين بالملك ولا بالمحروس ابنه، بالسلامه بقى كده قدامي على السيف بقى. اسم ايه يا جدع انت؟ اكيد شمروخ والنص مش عايزين يعلقوا الزناد دي. بص بقى، مصر كلها كده، محدش هيعلق زناد. انا اللي بقول لك الكلام ده بنفسي، ومستعد اجي معاك الاسم كمان. وادي الزناد اهي اهي. مليل عالضيع وروح يا نجم الليل عالي، يا نجم الليل عالي، نوّر لحبيب الروح طمن خلي على حالي، طمن خلي على حالي. حلفتك على أغلى كتاب لا تسافر ربع الأحباب، وتسلم لي على الغياب اللي عايشيني في بالي. مليل عالضيع وروح يا نجم الليل، يا نجم الليل يا دي. كويس كويس كتير بروفيسور، بس ملك لازم يكون عنده علم. السفير بريطاني يقول لازم ملك اعرف في اخر لحظة. هو ده الصح، لان مولانا جازي عارض وجازي يخاف من النتائج، ده غير انه عيل وملوش مربط، ممكن في الاخر يبوظ كل حاجة. انا عارفه، انا ممكن كل ملك كل حاجة، ملك يجي موافق على طول. لا يا فات، بروفيسور هو لازم بلغ ملك، دي مسألة خطير. كله جاهز بروفيسور؟ كله تمام جورج. أنا آسف يا إبراهيم أفندي، آسف يا ألفت هانم، معلش أنتوا عارفين نظام النفاق الحكومي، رغم كراهية حكومة النحاس للملك وكلنا عارفين ده، لكن لازم برضو تعملوا اللازم. متشكر قوي معاهم يا فندي، وياريت تشرفنا في البيت أو في المكتب تاخد معنا القهوة. ده أكيد، أنا حاسس إننا هنكون أصدقاء. يا عبد العال فرج وافق على جواز النصر، انا عارف انه غلط، عارف ده كويس، لكن هي دي اللي حسيتني ان حكمه رجعت تاني للدنيا ما ماتتش. الله، انت مصر يا محمود انك تعيش في الوهم بقى. يا اخي فوق، حكمه الله يرحمها ماتت خلاص، وبعدين ما تتحججش بموافقه فرج. فرج ذات نفسه، واحدة زي نازلي بتاعتك دي هي اللي ضيعته. أنا هقوم أمشي يا عبد العال بدل ما تدور الدفة عليا. أنا قلت لمحمود أنا موافق علشان شايفه متمسك بيها، وقلت سيبه يفرح الكام سنة اللي فاضلين من عمره. يعني أنت ما شفتش حالته قبل ما يقابل نازلي؟ بابا أنا مسافر الإسماعيلية، سلاحي الجديد جاهز. و هنا القاهرة، في إجراء فجائي أمرت قيادة القوات الإنجليزية بمنطقة القناة قوة بلوكات نظام الإسماعيلية من البوليس المصري بتسليم أسلحتها والرحيل عن المدينة فوراً.
هنا القاهرة. أنا كنت متوقع أن الإنجليز لازم هيعملوا حاجة. اسمع، أجلوا أجلال حكاية السفر الإسماعيلية دي دلوقتي، وياريت تلحق أمين ونور. يعملوا اللي يعملوه يا عبد العال، ما حدش هيسلم لهم سلاحه. مفيش قدامنا غير كده دلوقتي يا مصطفى باشا، دي بقت مسألة كرامة وطنية، ومفيش عسكري مصري هيرضى يسلم سلاحه للإنجليز إلا إذا كان مات. بلغ قائد القوات يا فؤاد ما يسلمش ويقاوم لآخر نقطة دم في آخر راجل معاه. اطمن يا فؤاد باشا، حتى لو ما بلغتش مفيش راجل هيرمي سلاحه، وزمان القوات الإنجليزية اللي محاصراهم دلوقتي بتضرب فيهم والرجالة بيردوا عليهم. ربنا يستر عليكم إن شاء الله. قوة بلوكات النظام استشهد أغلبها، وأولهم المرحوم الشهيد علي الأيوبي الله يرحمه، كان بطل. كل واحد يوم كان بطل. قاوموا القوات الإنجليزية اللي ملهاش عدد، والآخر راجل فيهم، واللي استسلم كان لازم يستسلم بعد ما الإنجليز اقتحموا عليهم البناية بتاعتهم وجردوهم كمان من سلاحهم. بس برضو محدش هيسكت، أنا واثقة إن المظاهرات هتملى مصر بكرة. الإنجليز هيدخلوا القاهرة بقواتهم. ما هي خلاص مواجهة، البوليس والجيش بتوعنا هيوقفوا قصاد الإنجليز وإحنا وراهم. ما هي حالة حرب رسمية فعلا، وأكيد النحاس هيسحب السفير المصري من لندن، وهيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إنجلترا، والإنجليز هيعتبروا ده إعلان للحرب. لكن يا باشا، إيه تفسير سعادتك اللي سمعته في نادي المكابي ده؟ يا ترى شفيع وجورج وإيفيت وسكيف ناويين على إيه بالظبط؟ والله يا ابني ما حد فاهم اللي بيحصل. ما هي دي بقت حرب بدون ترتيب، زيها زي حرب فلسطين بالظبط. أنت مطلوب منك صاحب جلالة، اعمل عزومة بمناسبة ميلاد ولي عهد، ادقي كل ضباط بوليس، كمان كل ضباط جيش، خصوصا ضباط صغير. عشان ايه العزومة دي؟ اكيد طبعا مش مذبحة قلعة جديدة. وبعدين انتوا ليه عايزين تبعدوا كل ضباط الجيش والبوليس عن شغلهم في اليوم ده وتجيبوهم عندي؟ موس لازم كمان ضباط اخرج من كسر لأي سبب صاحب جلالة، كمان مصطفى نصرت وزير هربية، وفؤاد سراج الدين وزير داخلية، موس اهدر وزومة. طب ليه؟ ما هنا لازم افهم. سوف تفهم صاحب جلالة، هنا يكون نحاس خارج حكم. وانا هدعي الناس دول ازاي؟ الكروت هتطبع امتى؟ دي دعوة ملكية. موس لازم قواعد بروتوكول ملكي مرة دي، كل ضباط دي ممكن بلغوا عن طريق تليفون. يا صاحب الجلالة، البلد مولعة من الصبح، عمال الطيران بمطار القاهرة ابتدوا من الصبح تمرد شامل، بعدها بلوكات نظام القاهرة طلعت من الصبح على الجامعة، مفيش شارع في مصر مفيهوش متظاهرين. يا باشا خلاص، البلد أحوالها اتلخبطت ولازم حاجة تحصل تصلح اللخبطة دي. كلمتوا الضباط ورتبتوا العزومة؟ أيوة يا صاحب الجلالة، بس الوقت مش مناسب بالضبط. خلاص يا حافظ خلاص، كم ضابط هيجوا؟ دعينا 600 ضابط يا فندم. نفسه ما اهتفها ناس ان شاء الله حتى مترسين نزال حريم. الله وجاه اليوم بركات اللي تنام فيه والدنيا حواليك قايمه قيامه ومولعه حريق. باه، ما انا قاعد جارك يا ابو مصري، احنا كنا قصرنا في ايه عاد؟ مشاعرنا شاب وعمرنا ولا في حب بلدنا. انا ما قلتش لحد يقعد جنب نوار، انا مش فاهم انت وايلي قاعدين هنا ليه لحد دلوقتي. اخوانا صدقوني الانجليز مش هيسكتوا، هينزلوا من الاسماعيليه على هنا. اتفضلوا انزلوا وسيبوني بقى. وانت ايه لو مش هتمشي في المظاهرات اتفضل اقعد في بيتكم، انا مش محتاج حد يقعد جنبي هنا. كتر خيرك على ذنبك بقى يا معلم، انا صحيح يهودي لكن انا مصري، مصري زيك تماما يا معلم، وكلنا هنا مسيحيين ومسلمين
ويعود البلد دي بتاعتنا كلنا. يعلم يهود انا قد ايه كرهت اليهود اللي سابوا مصر وراحوا اسرائيل. زعلش مني يا ابو سليم، قدر برضو اللي انا فيه. يا جماعه يا جماعه، رفعت الباشا مش هيقدر يقابلكم دلوقتي، جايز بعدين. الوزاره كلها واقطاب الوفد جوه عنده وحاجات كتير بتدرس، لكن اوعدكم انه هيقابلكم، لكن مش دلوقتي ومش هنا. ارجوكم تفضلوا معايا، تفضلوا. انا مندهش يا مصطفى باشا من تصرف الملك، يعزم الجيش والبوليس ووزير الحربيه ووزير الداخليه، لا ظباطي يبقى عنده ولا لا، فالزوره دي ولا هو خلاص نوى عليها وحيطين الوزاره. يا مصطفى باشا، اقاله الحكومه كان امر وارد وحتمي، الانجليز والملك ناويين عليه، بس مش هي دي القضيه دلوقتي. القضيه ان النهارده بالتحديد ظباط الجيش والبوليس لازم يكونوا في مواقعهم، الانجليز ممكن يسحفوا على القاهره في اي وقت، وده ملوش غير تفسير واحد، ان ده تدبير ومؤامره من الملك والانجليز. ايوه انا النحاس، مكتبك طلبك يا فؤاد باشا. شكرا يا باشا. ايوه بتقول ايه؟ مستحيل، دي تبقى كارثه. طيب انا هتصرف، قلت لك هتصرف حالا. مصيبه يا مصطفى باشا، الهضيبي واحمد حسين عملوها، بيحرقوا القاهره. الحضن حضنك يا حره، والعشق زادك.